أنا بعمل الريسيبي المعمول وبدرب الستات، كل مجموعة من الستات بدربهم عشان يصيروا منتجين في المطبخ. تقدر تعتبرني خبيرة من خبراء المعمول. هلا بتقدر أي ست إذا في عندها وصفة وبدها تيجي على مطبخنا وإحنا شفنا إنها وصفتها منيحة وبنقدر إن نعمل منها إنتاج وعجبتنا، طبعا أكيد راح تصير خبيرة في الوصفة تاعتها. كمدربة لما أجيب ستات وأدربهم على الإنتاج ويصيروا ستات منتجات وينفعوا بيوتهم، يعني كثير بيعطيني حافز إني أعمل كمان أكثر وأجيب ستات أكثر يستفيدوا ويصيروا منتجات ويدعموا حالهم وبيوتهم وشخصياتهم.